حاله أبضاي سوبرمان أو هيدا يلي إله قرون شو اسمه باتمان، ما حدا منهم قدي ولا حتى آيرون مان، بس أنا وبس ميشيل أبو سليمان. مساء الخير سهرة، سهرة جوز أختها وسهرة جوز بنتها اتجمعوا عندها على البرندة، والمستقبل تجمعهم وبتجمعنا، والمعنى انه كل الناس معنا وعم تحضرنا. هيدي حلقة جديدة من مود من الضحك، والحلقة بتنحط بالدينة، ودينة ما عم فيي ادفعه لانه ما قرروا السلسلة، والسلسلة بالايد والايد قصيرة والعين بصيرة. تحية لكل اللبنانيين من بيروت للجنوب من البقاع للباروك، باروك يعني بيروك يعني باروك، بس ليش عم جيب سيرة البيروك ما بعرف ليه. اوكي، لانه الضيف يلي معنا يمكن ذكرني فيها، مع انه ما بحياته لبس بيروك الا بالادوار التمثيلية. خلينا نستقبل سوا الفنان الصديق حبيب قلبي ريمو صليبا. بونسوار وبونسوار، وينعاد عليكم بالصحة، محسوبكم ريمو صليبا. في ناس حافظيني بأسامي شخصيات بالعبا، شي بيسميني دكتور لحلح تاتو تاتو، يا ربي داخلك من تلجيهم. وفي ناس بيسموني ابو سيبا يلعن باي باي، يا سيبا يا خيان يا عوني يا سيبو. هلا انا ما بحب قلد شخصيات سياسيه، بس زبط معي ولي جمله. لان بحس ما حدا بيزبط معه ابدا. ما بتعتش اذا تزبط معه بيبرم. ومن بعدها بطلت تقليد، صارت تجيني دوخه ويزغزغوا عيوني هيك على الالوان. من اهم الاشياء يلي عم بشتغل عليها بحياتي الاجتماعيه هي مكافحه التدخين. ممنوع كبير كبير. اصلا انا ما بسهر كثير وما بحب حتى اعمل شيء بالعلب الليليه، بحسها ثقيله تكون انت عم تعمل شيء والعالم عم تاكل. انت ما بتعمل شيء ابدا بالعلب الليليه؟ ابدا. بس ولا العلب الليليه يا لطيف شو بتعمل فيك يا ريمون؟ يخلق من الشبه 40، ما بعرف ليش حاسس هيك. انا حاسسهم صاروا اكثر من 40 ريمو، كفي. اما بالسياسه بحس في كثير اشياء بتجمعني بالرئيس تمام سلام، وخصوصي الاشياء الفكريه، يعني الاشياء يلي بالراس. الشعرات عفاك. بقول كلمتي وما بتفرق معي، وما حدا بينبهني او بيعاتبني ولو كان اكبر استاذ. فرجيك شو بيعمل فيك. بالنهايه اذا بتسالوني مين برشح لرئاسه الجمهوريه، انا اكيد 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 طبعا طبعا أكيد طبعا برشح الجنرال ميشيل عون. حلو. ما قلت لكم اكيد اكيد اكيد. وكمان مرة ينعاد عليكم. ابو الريم. بونسوار ميشو. ابو الريم. عيوني. بعيط لي ميشو، انا بعيط له ابو الريم لانه نحن صرنا 28 سنة، صاروا 28 سنة مع بعض، كان عمرنا سنتين يعني. وقت بلشنا مع بعض. بلشنا. كانوا بعضه بالشيخ تحت. كنا ايه. هلا صرت فوق. ابو الريم. نعم. سؤال. سؤالين. إذا فقت على بكرة. نعم. هيك فجأة ولقيت مرتك صارت عونية، شو بتعمل؟ هيك مرتك عونية، هيك طلعت هيك مرتك عونية، يا ريت لا سمح الله يعني، يا ريت يا ريت. ايه كنت بذبحها. بذبحها بطلقها كبها عن السطح ولو يمكن. هلا اتني ما حدا يضحك. ابو الريم، شو ثلاث اشياء، شو الثلاث اشياء اللي بيجمعوك بنجيب مئاتي؟ الطول. طول. يعني هو بيجي شي اربع طوابق، انا بيجي سصول بس خلص. مش مشكلة. بتصور القرعة. القرعة. ليك مصرياته أكثر بشوي هو يمكن. ايه ما في نسبة، هدول ما بينحسبوا. ايه. لشو المصاري؟
المصاري اللي لك هن يلي بتصرفهم ابو ريم. عفيك. مظبوط. ليك معك شي 2000؟ ريمو بنعرف انك الماني النزعه وهتليري العقيده. مظبوط. اكيد الماني للعظم. ايه لان اساسا انا اللي ما بيعرف جدي من بيت مولر من بايرن ميونخ بالتحديد يعني. ايه نحن جدك دخلك هيك محردب بيشبه فولكس فاجن. مظبوط مظبوط. بيشبه المرسيدس. لا لانه جدك موتور من ورا. ابو الريم خلينا نشوف السياسيين اللبنانيين مع مين بالمونديال بفقره عزوقنا. حسب الله وفي ووفاؤنا يحتم علينا تأييد إيران. نحن بطبيعة الحال يا إخوان مع المنتخب السعودي. بس السعودية ما تأهلت على المونديال دولة الرئيس. ما عم صدق شو عم بسمع. السعودية ما تأهلت. رجي خيه الاثنين نحن مع الأوران وجميد لفي ما ندعم هولندا. بعدكم لهلا عم تسالونا كقوات لبنانيه عن موقفنا من المونديال؟ ما بجوز. ما عم صدق شو عم بسمع. قد يا اخوان بعكراتيا وخصوصي انه اللاعبينها اسميهم بودربيديتش منزوكيتش ستربيديتش ركتزيديتش فوكو جيكنتعيتش برجنتيتش. ما عم تصدق شو عم بسمع. ستينا نحن مع مين بالمونديال؟ يعني انا بالمونديال مع السلامة صغرتها. لوك انا مع الاصفر ومع نيمار والبيبي وصورماتي سوا. ويا ميسي بدنا الطار من اوزيل ومن نيمار. السعودية ما تأهلت. وسكتوا كلكم. جهادي صرخ يا سعد بحنا طابي سعد ربع فؤادك بيلعب جيد ودي الطابي للسيد تصديقا على كلامي ملعب والجول وسامي كل الفريق السامي بالفوتبول بنلعب جول عالصادر ألف التكمان محروسي بالسلامة. أبو الريم هلا بدنا ننيمك. إذا مش لعسان لا بدك تنام مجبور تنام. هلا رح فرجيك شيء هلا. اكيد رح تنام. فرجيني تشو. نام حبيبي الله يستر شو جايك. شيء حلو شيء مرتب يا حبيبي انت حتنام. لا خيي ناس ما هاي بتوحي ما بتطول. لا يا ابو الريم هاي بتنعس يا ميشيل. ابو الريم انا قلت بفرجيك صوره الجنرال هيك بغط على قلبك بتنام ومنفوت على دماغك بنشوف شو عم تحلم. بنفوت نام بتصير احلام. ابو الريم نعم بالبريك وصلناك على هيدي المكنه لانه اجى وقت الجد. هيدي المكنه بتفحص المصداقيه اوكي. نعم. يعني بسالك سؤال بدك تجاوب بمصداقيه في حال جاوبت بعدم مصداقيه بيطلع لك زمور لانه موصوله على دقات قلبك اوكي على نبض قلبك دغري طالع هون على الشاشه اوكي. ايه يعني بتسمع بيطلع لي زمور يعني بتعطيني زمور بتزمر اذا انا بزمر اذا كذبت توت من هلا يا رب داخلك. اول سؤال تفضل. كم عمليه تجميل عامل؟ ولا عمليه. طيب سبح لي وخلق من ربنا يعني هيك الله خلقني طول قامه شعر عيون زرق دبحه بالعين ريمون مكنه لا هيك مكنه ما بكذب. ايه
عملية تجميل وين عملها لنا؟ يمكن بمطرح مش مبين، ما بعرف. لا 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 مكبر مصغر. لا 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 مكبر ولا مصغر. مين أكثر مرة أثرت فيك؟ ستك، مرتك، مرتك ستك، أو ست ريدا جعجع؟ هو يعني واحد يحكي هيك ويحكي هيك يعني. لا احكي هيك. الله، في احلى منا ست ريدا جعجع؟ بس زعفي لست ريدا جعجع، زعفي كبيره. بس عم بتزمر، زمرت المكنة يعني. مش عم بتزمر، عم بحكي الحقيقة. يعني أثرت فيك أكثر من مرتك؟ مش معقول. أنا كلهم مأثرين فيي أكثر من مرتك. أكثر من ستك؟ كلهم مأثرين فيي أكثر من مرتي، هذا جواب. مرتي جاي منشوف شو راح تجاوب. منشوف. كونك عضو بلدي. نعم. وعلى فكرة فعال. وفعال. والبلدية لكل الناس. صح. اوكي اسمعني منيح، سؤال هو اذا اجاك ووجه وعوني مين تخدم منهم؟ هيك بنحكي بلدية، البلدية بتخدم كل الناس. زمرت. ريمو. لا مش صحيح. ريمو مش صحيح، مش صحيح، مش صحيح. البلدية أنا بتخدم مربيك. كل الناس. أنا مربيك. مين بتخدم قبل ريمو؟ الكتيبة. طيب من مين بتغار اكثر؟ يعني من تصريحه وائل كفوري او من طول اسماعيل احمد؟ اسماعيل احمد بيلعب باسكت؟ ايه. لا من وائل كفوري. من وائل كفوري؟ ايه من وائل كفوري. ويا حلال اعمل لي غره فرح لي قلبي شي مره، يا حلال اعمل لي غره فرح لي قلبي شي مره، احرس ابن الجيران. هلا رح نرجع نايمك عن جديد لنفوت بقلب دماغك اكثر ونعرف شو هن احلامك. يعني ميشيل هديك الساعة فرجيتني صورة ميشيل عون، الجنرال ميشيل عون رئيس جمهورية، انا قلت بقلبي اكيد عم بحلم. ايه. فهلا ما ترجع تفرجيني نفس الصورة. حط راسك. حطيت راسي. غطى عينك. وهلا لتروق اكثر لاثنين. ايه. بدي اعطيك شيء هيك مثل انتي ستريس. اوكي. ايه شو طابق؟ حطها بايدك هيك وهيك. إيه؟ وشدها وشدها هيك، شدها وشوف شو في عليها. صورة شرب الخليل. ايه. شو تعليقك قبل ما تنام بس؟ بتفضل تنام ولا شو تعليقك؟ ما بعرف ليش حاسك بدك تنام وما بدك تعليق. بدك تعلق ولا بدك تنام؟ او بدك تقوم وتعلق او تنام ترجع شو بدك تعمل ريمو؟ قل لي. لا بدي نام. ولا بدك تعصرها بايدك هيك لحتى تروح ستريس؟ لا ما مش هيك ابدا. مش هيك ابدا ابدا. ولا بتحطها عن جنب هيك وبتنام بكل رواق؟ فضي. اوكي ويلا. أبو الريم هلأ معنا اتصال من زعيمين مسيحيين. يعني دكتور سمير جعجع والجنرال ميشيل عون. لا، جنرال ميشيل عون والرئيس زعيم فرنجية، سليمان فرنجية. لأنه سمير جعجع عنده هلأ ساعة تأمل وسجود. جايين تحروا فيي اليوم يا مشو. جنرال انت على الهوا جنرال، فيك تحكي. ولك منش ناطر اذن منك تحكي. لك ملا واحد. لو كان اسمك ميشيل يعني بيقول لي فيك تحكي بيعطيني اذن. ما هو اسمي يا خيي. لا في يا استاذ ريمون اذا بتريد نحن بعد عم صفي حسابي انا وميشيل.
بعدين بدي اتوجه استاذ ريمون حط لي اول شيء كادر عوينات احمر. انت صاير على جنبلاط على اشتراكي متاثر فيه زلمه من وقت كنت تقلده. ولا انت وخي انت على هالاثنيه عنا بالمحطه ما تجرب تحكي اجا بترين بدي اقول لك شكرا جنرال. معنا اتصال ثاني من سليمان بيك فرنجيه الله يخليك. يعني كنا حابين نحكي معه ولا الجنرال يعني ما راح نحكي معه ما راح نحكي هلا اثنين. معنا اتصال من سليمان بيك. الو سليمان بيك نحن معك. ايه بس العماد عون بعد ما خلص تليفون وانا فت على الخط. نحن وزارة الاتصالات كانت معنا ما حدا بيقدر يقطع لنا اتصال بدي كفي. عفوا اذا بتريدوا العماد عون عم يحكي مع حدا يزقي بدي اوصف له للاستاذ ريمون صليبا دواء للحرقه. ليش الحرقه؟ اذا بتريد سكوت عم بحكي ملا وحر ما تضحك اذا بتريد هيدي بدي اوصف لك دواء للحرقه لانه باذن الله بس اعمل رئيس جمهوريه ما راح تحل عنك هالحرقه واللي بنمر على التيار الوطني الحر بيكون مريض وما في حكيم راح ينفعه. سمعت؟ شكرا شكرا جنرال ريمون. شكرا جنرال. شو جوابك؟ بعده الجنرال لا 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 قطشنا الخطوط من برا لانه قصينا الكابل. لا لا نحن مع الجنرال. انا اكيد الجنرال بحبه وبحترمه. زمر شيء؟ لا لا زمر بنية. المهم يصير في عندنا رئيس جمهورية هذا اللي بهم باذن الله باذن الله. معنا اتصال من سليمان بيك كمان فرنجية. اهلا اهلا سليمان بيك تفضل انت معنا على الهواء. جاي من الصيد؟ انا 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 بدي 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 مسع على كل الجمهور اللي عم يحصل لنا اليوم. وانا بحب اقول له للاستاذ ريمون صليبه انه بما انه هو حامي هالقد وعنده كثير طاقة وكلنا شفناه بدعاية مشروب الطاقة شو عم يعمل؟ يعني ما بيسوى يا استاذ ريمون ضل ببلدية سن الفيل. يعني انا بنصحه يترشح ببلدية دهر القضيب. يعني بظهر القضيب الطقس يعني بيكون بارد بركي بسبب حبيبته بيدفى الطقس شنت في شوي. ايدك عن لبنان ابو الريم. نحن بخلال هالحلقة قدرنا نسحب البعض من أحلامك لأنه في أشياء بصراحة ما بتنعرض ما بتنقال ولا بتنشاف ولا بتنعرض على الهواء. يعني اسم الله عليك اسم الله عليك. الله يخليك بصحتك وضلك تحلم بهذا الشيء وتحققه مشيل ولو أكيدي. خلينا نشوف شوي من أحلامك وبليز بليز أبو ريم خدنا بحلمك. ريمون صليبة حلم انه قام الصبح ووقف قدام المراية وحس حاله بيشبه شخصية سياسية وما عارف اذا هالشخصية هي متقمصته او هو متقمصها. بحلمه ساعة بيشوف حاله طالع بسيارة بيرجع يلاقي حاله راكب عبسيكلات. بعلمك عم يمشي على المنارة بيلاقي حاله مخيم بالخلوات. بيكون عم يطلب نارة بيلاقي حاله بالمختارة. ساعة بده الطار وساعة عم بياكل بوشار. بيطلب قرعة متة بيجي صحن فتة. بيقرر يمشي حاله بالفتة بتصير الدنيا تشتة. منكون عم نحلق منصير عم نقبع دراس وراس ما بقى فيه وريمو ما عاد عرفان هو مع مين قوات تيار مردة أو كتائب ومش عارف مين هني عز الحبايب. بيرجع أو بيضل غايب بينام أو بيضل فايق وزير أو بيضل نايب. أبو الريم عيوني نحن شخصيا بمود من الضحك منشكرك على صدرك الرحب. حبيبي ميشو ثانكيو وكادو من مجوهرات مكرزيل ميرسي كتير.
وان الله راد نشوفكم بحلقه جديده من مود من الضحك. ميرسي. وإن ما رحت وما جئت